والله العظيم ما في إنسان يرحمك مثل النبي عليه الصلاة والسلام، وما في إنسان يتعامل معاك برحمة بلطف، ما في أحد مثل النبي عليه الصلاة والسلام، ما في. اسمع هذه القصة التي يرويها خوات بن جبير رضي الله عنه. يقول خوات رضي الله عنه: نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران، فخرجت من خبائي فإذا أنا بنسوة يتحدثن. لما طلع من المكان اللي هو فيه شاف نساء يتحدثن. يقول خوات: فأعجبنني رضي الله عنه. يقول رضي الله عنه: فرجعت فاستخرجت عيبتي، يعني شنطتي، فاستخرجت منها حلة فلبستها وجئت فجلست معهن. يقول خوات: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبته، فقال عليه الصلاة والسلام: أبا عبد الله، ما يجلسك معهن؟ يقول خوات: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هبته واختلطت، يعني ارتبكت، قلت: جمل لي شرد وأبتغي له قيدا، يعني عندي جمل يشرد فأنا أبغى له قيد، يعني يمسك الجمل. يقول خوات: فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبعته، فألقى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه ودخل الأراك. يقول خوات رضي الله عنه: كأني أنظر إلى بياض متنه في خضرة الأراك. الله أكبر. يعني خوات رضي الله عنه يقول: كأني أنظر إلى بياض ظهر النبي عليه الصلاة والسلام في خضرة الأراك. فقضى حاجته عليه الصلاة والسلام وتوضأ، فأقبل عليه الصلاة والسلام والماء يسيل من لحيته على صدره، أو قال يقطر من لحيته على صدره، على صدره الشريف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبا عبد الله، ما فعل شراد جملك؟ وش صار على جملك؟ يقول خوات: ثم ارتحلنا، فجعل لا يلحقني، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل لا يلحقني إلى المسير إلا قال: السلام عليك أبا عبد الله، ما فعل شراد ذلك الجمل. يقول خوات رضي الله عنه: فلما رأيت ذلك تعجلت إلى المدينة واجتنبت المسجد والمجالسة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأظن رضي الله عنه كان يستحي من النبي عليه الصلاة والسلام. يقول رضي الله عنه: فلما طال ذلك، يعني تجنبت المسجد والمجالسة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: فلما طال ذلك تحينت ساعة خلوة المسجد، وقت كذا المسجد يكون خالي. يقول رضي الله عنه: فقمت أصلي، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض حجره فجأة، فصلى ركعتين خفيفتين عليه الصلاة والسلام. يقول خوات رضي الله عنه: وطولت رجاء أن يذهب ويدعني. فقال الرحمة المهدى صلى الله عليه وسلم لخوات رضي الله عنه: طول أبا عبد الله ما شئت أن تطول، فلست قائما حتى تنصرف. يقول خوات رضي الله عنه: فقلت في نفسي: والله لأعتذرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبرئن صدره. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام عليك أبا عبد الله، ما فعل شراد ذلك الجمل؟ فقلت: والذي بعثك بالحق، ما شرد ذلك الجمل منذ أسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: رحمك الله ثلاثا. يقول خوات رضي الله عنه: ثم لم يعد لشيء مما كان. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما صار يقول له ما فعل شراد ذلك الجمل. الشاهد من هذه القصة يريد النبي عليه الصلاة والسلام من خوات أن يؤنبه ضميره من هذه الناحية في هذه المسألة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعيد كثيرا لخوات ما فعل شراد ذلك الجمل، يعني افهم. فالإنسان لابد أنه يعني يركز في كلمات الناصح. فانظر إلى تعامل النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى رحمته عليه الصلاة والسلام، يعامله برحمة.